أهلا بكم من جديد. تفاؤل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات عدة أجريت من أجل إنهاء هذا الملف الذي يشهد تقدم كبير. تقدم أعلن عنه رئيس حكومة تصنيف الأعمال اللبنانيين الميقاتي من نيويورك بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومع الوسيط الأمريكي في مفاوضات الترسيم عموس هوبشتين. الجانب الإسرائيلي يسعى إلى التوصل إلى إغلاق الملف، فأوساط أمنية تحدثت عن أن غير معنية بتدهور الأمور إلى حرب. أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي حذر حزب الله بألا يقدم على أي هجوم عسكري لعرقلة عملية الاستخراج يزور فرنسا هذا الأسبوع للقاء مسؤولين فرنسيين، لا سيما أن شركة النفط والغاز الفرنسية توتال فازت بمناقصة استخراج الغاز من الحقول اللبنانية. وبحسب الاتفاق يجب أن تحصل إسرائيل على حصة من الأرباح في المستقبل إذا جرى استخراج الغاز من المناطق التي كانت متنازع عليها. نناقش هذا الملف بعد هذا التقرير. توافق بالتصريحات الإسرائيلية واللبنانية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما. صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن مسؤول في بيروت قوله إن الوسيط الأمريكي هوخشتين سيصوغ مسودة قبل نهاية الأسبوع. تلقي هوخشتين إجابات من الطرفين على المسودة سيخرج الاتفاق إلى النور هذا الشهر. وفي ذات السياق التقى قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي كوخافي نظيره الفرنسي في بيروت لوضع اللمسات الأخيرة على الأمور التقنية، أمور متعلقة بتأمين نشاطات شركة توتال الفرنسية التي ستنقب وستستخرج الغاز من المنطقة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح اختبار لمنظومة جابرييل 5 المتطورة بحر بحر التي ستنصب على متن سفن حربية إسرائيلية مخصصة لحماية حقول الغاز البحرية في شرق المتوسط، حقول هدد حزب الله بضربها، علما أن الخطة المقترحة ستضع على ما يبدو حقل قانا اللبناني على بعد أمتار من حقل كاريش الإسرائيلية ليكون رادعا لحزب الله الذي سيضطر حينها إلى التفكير بقواعد اشتباك جديدة. ولنقاش هذا الملف أرحب بضيوف ينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور حسن مرج الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أهلا بك، ومن باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ جون بيير ميلالي، أهلا بك. وأيضا معي هنا في الاستوديو الأستاذ أوليفيه رابوفيتش ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، مرحبا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ معك أستاذ أوليفيه. يعني أستاذ أوليفيه يمكن القول تفاؤل بشأن التقدم بشأن جميع الأطراف المتفائلة، يعني هل بالفعل نقترب من إغلاق هذا الملف في هذه المرحلة؟ ערב טוב. אני לא יודע אם צריך להיות אופטימי, אבל אין ספק שישראל ולבנון באמצעות המתווך האמריקאי עמוס הוכשטיין יכולים להגיע להסדר יומכן להומה אן יסילו אלה אתפאק הדיה מסלחה לובנניה וישראליה ואלג'מיע יומכן אן ירבח לזליקה. المشكلة الوحيدة هي ليست لبنان، المشكلة الوحيدة ليس الوسيط، المشكلة هي إيران التي تشوش بواسطة حزب الله على هذه المفاوضات. ولنأمل أن لبنان والحكومة اللبنانية أقوياء بما فيه الكفاية لمنع حزب الله من ارتكاب خطأ جسيم. طيب دكتور حسن، كيف ينظر حزب الله إلى تصريحات عون وأيضا ميقاتي بشأن التقدم في يعني في ملف الترسيم، لأن مصادر تابعة لحزب الله عادت وجددت اليوم بأن يعني الحزب على هبة الاستعداد لمواجهة إسرائيل في حال تم الاستخراج؟ مساء الخير. بداية يعني الموقف حزب الله موقف واضح من هذا الموضوع، موضوع ترسيم الحدود، وليس فقط ترسيم الحدود إلا المطلب اللبناني والحق اللبناني في أن يستخرج النفط والغاز من المياه الإقليمية التابعة للبنان. ويعني هناك حوارات دارت أشهر وسنوات لربما حول هذا الموضوع ولم يكن هناك أي تقدم إلا عندما اتخذ موقفا
حزب الله في هذا الموضوع، وكان التصريح الأول لسماحة السيد حسن نصر الله في هذا الشأن، وهنا كان إعلانه واضح، يعني ما لا يعني يعطي للشك أي مكان حتى إذا كان الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي، بأنه لبنان له الحق أن يستخرج غازه ونفطه. وأعلن حينه عندما أتت الباخرة إلى موقع كريش للبحث واستخراج الغاز من تلك المنطقة، أعلن أنه لن يتم، ووضع حينئذ وضع تاريخا وهو كان المنتصف من هذا الشهر، بأنه إذا كان إسرائيل استخرجت الغاز في هذا الوقت فكما تحدث في الأول الأخيرة أعيننا وصواريخنا موجهة إلى المنصة بكريش وربما ما بعد كريش. ولكن في هذه الفترة حدثت تطورات وتقدمات بهذا الموضوع، وحتى كان أذكر قبل خطابه ليس الأخير قبل ذلك كان هناك تعليق على الموضوع، ولكن تم اختصار هذا الشأن لأنه أتت رسائل من الولايات المتحدة عن طريق إلياس بوصعب أنه هناك تقدم وضوء أخضر من إسرائيل للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي أنه مدت إسرائيل طلبت مهلة إلى الشهر القادم. والزيارة الأخيرة كان فيها يعني حسب التصريحات العلنية كان فيها تقدم واضح ما يرضي الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، يستطيعون التعايش مع هذا الاتفاق وإن لم يعني يصلوا إلى ترسيم الحدود بشكل رسمي، ولكن هناك توافق على التنقيب، وهذا ما أراده لبنان بشكل الفعلي، أن يسمح له أيضا في قانا أن يسحب أو يبحث عن النفط والغاز. وشركة توتال قد يعني هي من كانت رست عليها هذه المناقصة منذ أعوام ومنعت من ذلك بسبب الحصار الأمريكي، والآن هذا كان المطلب الرئيسي أيضا لحزب الله في هذا الموضوع. والآن هناك لبنان طلبت هذا خطيا، والآن إلياس بوصعب موجود في الولايات المتحدة لوضع النقاط على الورق والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. ولكن من يقول يعني أن التوصل إلى اتفاق سيسحب البساط من تحت أقدام حزب الله وسيعني يجبر الحزب على البحث عن أسباب أخرى لمواجهة إسرائيل؟ يعني هذا من لا يريد أن تكون هناك بالمنطقة نوع من السلام والتفاهم، يعني لربما ليس السلام بمفهوم سلام بين دول، ولكن بين هدوء والاتفاق على أن يصلوا إلى وليست الحرب ما هو المطلب لدى الجانب اللبناني. لبنان لا تريد حرب، وحزب الله لا يريد أي حرب، وحزب الله وضع شرطا واضحا، لو كان يريد الحرب والمواجهة مع إسرائيل لربما كان تحدث عن عدة نقاط خلاف بينهم، ولكن كان هو يريد هذه النقطة تحديدا تحدث عنها، وبذلك كل من يتحدث عن ذرائع وأن حزب الله سوف يضرب أو لا يضرب وهذا غير وارد، وهو من لا يريد أن يكون هناك اتفاق في هذا الموضوع. طيب أستاذ جان بيير، استمعت إلى ما تفضل به ضيفي، هنا نعلم بأن لفرنسا دور إهام في هذا الملف، خاصة وأنه كما ذكرنا بأن شركة توتال الفرنسية هي المسؤولة عن استخراج الغاز من المياه اللبنانية. ما هو الموقف الفرنسي في هذه المرحلة، وما الدور التي تقوم به فرنسا من أجل إنهاء هذا الملف والتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين؟ مساء الخير للجميع. طبعا تلعب فرنسا دورا إيجابيا قدر الإمكان في هذه الظروف بهذه القضية، ولذلك انتقلت المشاورات إن صح التعبير إلى نيويورك بمناسبة انعقاد الأمم المتحدة، ولكن إذا ساهم الرئيس الفرنسي ساهم كذلك الرئيس الأمريكي لتسهيل الأمور نحو نتاج مرتقب الذي وصفه الرئيس ميشيل عون بالوشيك. لا شك أن قد تكون شيئا إيجابيا للجميع، لإسرائيل
الذي تريد أن تستخرج الغاز لنقول بعد مدة قصيرة وربما قبل الانتخابات الآتية. لذلك اقترحت إسرائيل عدة حلول، منها ما صرحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي تكلمت عن استخراج من شركة توتال قبل الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود. ولبنانيا طبعا هناك حاجة مليحة إلى الأموال، فلذلك البعض ينتظر حال هذه القضية كي يستفيد لبنان من هذه الغنى الكامن في أعماق البحر. نعم أستاذ أوليفييه، أردت التعقيب على دكتور حسن، ولكن قبل هذا نعلم بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوجه إلى فرنسا، لقاءات عدة سيجريها هناك. ما الذي سيطرحه كوخافي مع القادة الفرنسيين، وما الذي يهدف إلى تحقيقه هناك، خاصة أن يعني تقديرات الأمنية قالت بأنه هو يعني سينقل رسالة تحذير واضحة عبر الفرنسيين إلى حزب الله؟ أنا سأجيب على سؤالك، ولكنني مضطر لأرد على ما قاله ضيفنا الكريم هنا الدكتور حسن. نحن سواء كان ذلك في أوروبا أو في إسرائيل لا نفهم كيف يمكن للناس أن ينظرون إلى حزب الله كمندوب للبنان. هناك حكومة، هناك رئيس ورئيس حكومة، وأن أسمع هنا من الضيف الكريم حماس وكأن حزب الله يساعد المفاوضات وأن المفاوضات تقدم بسبب تهديدات حزب الله، هذا هراء وهذه أكاذيب. الاعتقاد بأن الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية غير جدينة، حزب الله يشوش، حزب الله يهدد، حزب الله يأخذ لبنان كرهينة، وشركة توتال وفرنسا تسعيان لإخراج حزب الله من الصورة، لأن حزب الله يعني إيران، وتوتال هي شركة كبيرة لا تريد هنا أي تشويشات من أي ميليشيا مدعومة إيرانيا تشوش على استخراج الغاز من المنطقة الحساسة. ردا على سؤالك، أفيف كوخافي موجود في فرنسا ليس للشرب النبيذ والحديث عن الطعام الفرنسي. فرنسا تلعب دورا هاما في لبنان تاريخيا، هناك تواجد أمني فرنسي في المنطقة، سفن حربية فرنسية قد تصل إلى المنطقة، وفرنسا يمكن لها أن تكون ضامن وعنصر مانع لأي تطور أمني خطير بسبب حزب الله. لأن لبنان بحاجة لضمانات بسبب أزمة الاقتصادية الحادة وبسبب تهديدات حزب الله على لبنان وعلى المنطقة برمتها. أنا أريد أن أقول شيء واحد، إذا ما استغل حزب الله ذريعة الغاز وحقل كريش الذي لا علاقة له بالمفاوضات، كريش لا علاقة لهذا الحقل بالمفاوضات، يمكن أن نبدأ استخراج الغاز من كريش حتى وإن لم تنتهي المفاوضات. ولكن إذا ما استغل حزب الله ذلك بإعاز من سيده الإيراني الذي يضغط عليه القيام بذلك، هذا إعلان حرب، ومن سيستفيد؟ الإيرانيون. اللبنانيون سيعانون، الاقتصاد اللبناني سيعاني، فرنسا لن تستطيع أن تستخرج الغاز من المنطقة الهامة. ولكن هناك من يرى أن حزب الله يلعب دورا هاما، وأنا أتفاجأ من ذلك أن أسمع ذلك من محلل. طبعا رغم من أنه أستاذ أوليفييه يعني واستغرب من هذا الطرح، ولكن فيما يتعلق بتصريحات الرئاسة اللبنانية وتحديدا الرئيس عون، هناك من يقول بأن الرئيس عون يعني يحاول تحريك هذا الملف لكي يعني يبحث عن إنجاز هام مثل هذا الملف قبل أن ينهي فترة حكمه. هل توافق هذا الطرح؟ يعني بداية ردا على ضيفك، ولا بد من الرد يعني على الذي يأتي لذر الرمال بالعيون ونفخ العضلات
وهناك جنرالات إسرائيلية معاصرة تتحدث للإعلام الإسرائيلي يوما كل صباحا من الساعة 7 ببرنامج أريه جولان لكل برامج الظهيرة في رشت بيت ومنها في كان أيضا وباقي القنوات الإسرائيلية التلفزيونية يتحدثون عن التنازل الإسرائيلي لحزب الله وليس للبنان. هذا ما يتحدثون بفم المليان. ولكن هنا ضيفك يعني يريد أن يغرر في المشاهدين ويريد أن يتحدث وأن نتحدث أنه من الصعب عليه وخاصة يعني العسكريين القدامى من الصعب عليهم أن يتقبلوا الواقع ويتحدثوا عنه كما هو. وجنرالات هناك معاصرة اليوم تتحدث عن هذا الموضوع وليس أنا. يعني من يتحدث هم قياديين إسرائيليين ومنهم عاموس يدلين وغيرهم تحدثوا عن الموضوع والتنازل التي فعلته إسرائيل اتجاه لبنان ولمنع الحرب مع حزب الله. وهذا ليس كلامي، كلامهم هم أنفسهم. أما بالنسبة لسؤالك، ميشيل عون هو يعرف جيدا بأنه انتهاء الشهر القادم هو سوف يترك القصر الرئاسي، وهو لا يريد أن يكون هناك فراغا سياسيا وهناك أمور عالقة، لأنه هذا أكبر دليل بأنه لبنان وحزب الله لا يريدون أي مواجهة عسكرية إذا كانوا توصلوا إلى اتفاق على إنهاء هذا الملف والسماح إلى لبنان الذي هو بحاجة اليوم ماسة أكثر من أي فترة كانت بأنه يستخرج النفط ويستخرج الغاز. اليوم أو يوم أمس عقد اتفاق مع إيران، إيران سوف توهب الدولة اللبنانية أكثر من 600,000 طن فيول تصل إلى 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 لبنان بسبب مجانا بسبب الوضع المزري الذي قادم في فصل الشتاء على لبنان. نعم، وسنتوسع في هذه النقطة أستاذ جان بيير. يعني نعلم بأن ماكرون منهك بسبب الحرب في أوكرانيا والعديد من الأزمات الداخلية أيضا في فرنسا تواجه الرئيس، إلى أي مدى يمكن لفرنسا أن تلعب دور هام هنا في هذا الملف؟ أم أنا يمكن القول أن الدخول توتال للعمل يعني أيضا مكاسب للاقتصاد الفرنسي وهذا ما يحرك القادة الفرنسيين من أجل تدخل مباشرة في هذا الملف؟ هناك مجموعة من الأسباب للمساهمة الفرنسية في هذا الملف. أولا العلاقات التاريخية مع لبنان، ولكن التقارب كذلك بين السيدين لابيد وماكرون الذي ظهر في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى باريس مؤخرا. ثانيا هناك اعتبارات اقتصادية. ثالثا هناك توقيت مناسب، ولكن هناك نقطة سوداء في هذا التوقيت ما عدا مثلا تدخلات نتنياهو غير اللائقة برئيس وزراء سابق مؤخرا. هناك نقطة سوداء هو عرقلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية في الملف النووي، ولكن لا أظن أن ذلك سيدفع الإيرانيين إلى مغامرة إضافية، مع العلم أن ليس دور حزب الله في الاستراتيجية الإيرانية منع إسرائيل من استخراج الغاز. طبعا رعد وهدد حسن نصر الله بالدخول في رد عسكري، ولكن المسيرات الذي أطلقت من لبنان كفت عنها الإسرائيليون، وأظن أن كانت من باب الفولكلور إن صح التعبير أكثر من حزم على الدخول أو نشوب غارة جدية. نعم أستاذ أوليفيه، يعني قبل قليل تم الإعلان بحسب يعني العديد من المصادر بأن المستشارة القانونية وافقت على توقيع الحكومة على الاتفاق مع لبنان دون أن يتم أو يعني أن يتم أو أن يجري استفتاء للرأي العام، على ماذا يدل هذا برأيك؟ بداية هذا الاتفاق لا يجب أن يتم عرضه على استفتاء شعبي. هذا اتفاق من
صلاحية الحكومة التوقيع عليه بإقرار المستشار القانوني للحكومة. هذا يعني أن هناك ضرورة وهناك توقيت هام جدا بأن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق وقرب التوقيع عليه. أنا أعود وأكرر، لبنان وحزب الله، ولبنان وحزب الله، لا توجد دولة اسمها لبنان حزب الله. يمكن أن تكون أنت تريد هكذا دولة. حزب الله هو حزب في لبنان يريد أن يستبدل الدولة، وكل الوقت نسمع هذه التهديدات. ونختلف مع الضيف الذي وصف هذا التهديد بالفولكلور، هذا ليس فولكلور ولكن صواريخ باراك التابعة للسلاح البحرية أسقطت واعترضت هذه الصواريخ. اليوم أيضا كانت هناك تجربة ناجحة لصاروخ باراك لكي نرسل رسالة لكل من يهددنا أن لدينا ردود. واضح أن هناك قلق يعني كبير وتحدث عنه دكتور حسن لدى الأوساط الأمنية في إسرائيل، وهذا يدل على أنه إسرائيل على الرغم من أنها ليست بحاجة إلى اتفاق لاستخراج النفط من حقل الكريش، لماذا تستمر في تأجيل استخراج الغاز؟ أنتم تعتقدون أنه لأن نصر الله يهدد من جحره إسرائيل تخشى؟ هل تعتقدون أن هذه قضية سألتيني وسأجيب. حزب الله وجيش إرهاب كبير جدا، لديه 150 ألف صاروخ وقدرات عسكرية لا يستهان بها، ولكن ليس لأنه نهدد نحن سننفذ. وأعود وأكرر ما قاله رئيس الوزراء لبيد، صديق الرئيس ماكرون. لبيد قال حتى الاتفاق، ونأمل أن نتوصل إلى الاتفاق، لا علاقة للمفاوضات بكريش. نصر الله يهدد كريش، نحن نأمل أن لا يكون غير حكيم وأن يرتكب عملية تشكل تهديدا لكل المنطقة بما في ذلك الشعب اللبناني ولبنان. وأمل أن فرنسا التي تلعب دور هام أن تؤثر بطرقها على جهاد في لبنان بما في ذلك حزب الله، لأن حزب الله لا يهتم بالمصلحة اللبنانية ويهتم بالمصلحة الإيرانية. دكتور حسن، بدأت بالحديث عن إعلان إيران استعدادها الآن إرسال يعني سفن محملة بالوقود، وتحدثت عن أنه يمكن أن يتم ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين. يعني أنت دائما تقول أن إيران لا تتدخل في لبنان، ولكن كيف يمكن أن نقرأ هذا الإعلان الآن في وقت تبدي فيه يعني الرئاسة اللبنانية تفاؤل بشأن إنهاء ملف ترسيم الحدود؟ يعني للأسف يعني الواقع هو من يفرض نفسه، ونحن هنا نتحدث ونحلل حسب الوقائع وليس حسب التمني والإرادات. يمكن لو على التمني ضيفك أوليفيه كان بده أنه يشعل حسن نصر الله حزب الله بالنار ويبعثهم ما بعرف له، ولكن الأمور لا تمشي بالتمني. وهناك أنا حكيت عن حزب الله، ولكن نحن نتحدث عن جنرال إسرائيلي، وفي الاستخبارات السابقة تحدث اليوم في إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه علينا أن نأخذ كلام السيد حسن نصر الله على محمل الجد. ليس أنا من يقول ذلك، ضباطهم وجنرالاتهم من تقول ذلك، هذا الحديث. ولكن على أوليفيه صعب تقبل هذا الموضوع، ويأتي هنا لعرض عضلات وعرض منفخة فاضية وكفى. علينا أن نتحدث بالوقائع، وهناك أتمنى وتمنيت دائما أن لا تكون مواجهة عسكرية لأنه عواقبها وخيمة على الجميع، ليس فقط على طرف واحد. ونقطة ثانية، حزب الله نفسه لم يتحدث أنه هو يوما من الأيام دولة، إلا دائما أعطى الاحترام وكل المسؤولية إلى الدولة اللبنانية، وأنه هو تحدث نحن ليس طرف في المباحثات، ولكن الدولة اللبنانية هي الطرف من هذا. أما بالنسبة لسؤالك على إيران، إيران أعطت هذه الفيول مجانا، لم تعطيها أي دولة أخرى. واضح أن هناك هدف يعني من وراء من توجه إلى إيران هم اللبنانيون ووزير النفط اللبناني، وليس إيران. إيران أعرضت أنهم هي على استعداد أن تعطي مجانا. هذا ليس تدخل، هذا عمل إنساني لإنقاذ اللبنانيين. كلمة واحدة بالنسبة لماكرون ولبيد، بالنسبة للبنان لا يعني فرنسا اليوم هي أكثر دولة يؤتمن جانبها أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور حسن أمير دفاع الدكتور حسن يقول أمر حزب الله ونقده ويقول أن حزب الله يحترم العقوبة ولكن ولكن حزب الله يهدد إسرائيل منذ وأنت تعرف لو لم يكن له دعم من الحكومة اللبنانية هو لم يفعل ذلك لو لم يكن له دعم من جسم يحترم دولة يهدد على دولة أخرى فقط إرهابيون يأمرون بذلك ويقول الأمر ونقيده وهذه ليست المرة ويؤيد حزب الله ميلالي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين. دقائق لا تستطيع تقول سيتني هو هذا نحن نتحدث نحن نتحدث أنت تقول الأمر ونقيده تصيح لو سمحتم ألا يمكن أنهينا البرنامج حتى لو أنهينا